شارك سعادة النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي في جلسة البرلمان العربي في القاهرة التي أدان فيها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وبخصوص قرار البرلمان العربي بشأن التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية لحماية أمنها المائي. وافق المجلس على دعم الجهود المصرية في موضوع سد النهضة، وكان لسعادة النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي مداخلة أكد فيها على ضرورة التصدي للاعتداءات والاستهدافات الكثيرة على الأمة العربية، مسجلا دعمه الكامل لجمهورية مصر العربية في جهودها لحفظ أمنها المائي، وهي تستحق الكثير لما قدمته من مواقف مشرفة على مر التاريخ، وكونها ركن رئيس من أركان الأمة العربية. أهم القرارات اللي اتخذها البرلمان العربي هو دعم الجهود المصرية في موضوع سد النهضة والتعاطي والتعامل مع الجانب المصري من خلال التنسيق المشترك على مستوى البرلمانات الأخرى مثل البرلمان الأوروبي مثل الدول المؤثرة في هذا الجانب، إضافة إلى إدانة استهداف المملكة العربية السعودية من خلال أعمال إرهابية تستهدف منشآتها النفطية ودعم القضية الفلسطينية. طبعا من ضمن الأشياء اللي تم ذكرها هو قرار البرلمان العربي بشأن رفع اسم السودان من الدول القائمة الراعي للإرهاب، مذكرة قانونية تثبت حقية السودان في ذلك، والأوضاع في الجمهورية اليمنية. في البرلمان العربي يسعى أن يكون قريب من الدول العربية، قريب من دعم الجهود العربية التي تصب في مصلحة الدول العربية من خلال دعم العربي المشترك وفق جهود تنسيقية مع أغلب الدول العربية، وهذا الأمر بالنسبة لنا هو الأساس عملنا داخل البرلمان العربي.